السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الرياضيات للصف الأول متوسط. وصلنا إلى حل تمارين حجوم الأشكال المجسمة اللي هو حجم المكعب وحجم متوازي السطوح المستطيلة. في الدرس السابق تعرفنا على قانون حجم المكعب وقانون حجم متوازي السطوح المستطيلة. في هذا الدرس راح نكمل حل تمارين، تأكد من فهمك وتدرب وحل التمرينات. صفحة 41. تأكد من فهمك. النقطة الأولى، متوازي سطوح مستطيلة طول قاعدته 4 سنتيمتر وعرضه 8 سنتيمتر وارتفاعه 8 سنتيمتر، فما حجمه؟ يعني شو يريد؟ يريد حجم متوازي السطوح المستطيلة. احنا عرفنا قانون حجم متوازي السطوح المستطيلة هو V يساوي الطول في العرض في الارتفاع. هذا الطول في العرض في الارتفاع. منطيني أبعاد هذا المتوازي السطوح المستطيلة. عندنا الطول هو 4 سنتيمتر، في العرض هو 8، في الارتفاع كذلك 8. هسه هنا راح نضرب V يساوي 4 في 8 32، 32 في 8. أضرب هنا على صفحة 32 في 8، 8 في 2 16، 8 في 3 24 و 1 25. إذن هنا عندنا الحجم هو 256. زين، الوحدات سنتيمتر في سنتيمتر في سنتيمتر يساوي سنتيمتر مكعب. إذن حجم متوازي السطوح المستطيلة هو 256 سنتيمتر مكعب. هذا فقط الحل. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. زين، النقطة الثانية، مكعب طول حرفه 4.5 سنتيمتر، فما حجمه؟ طبعا هذا حليته لكم من شرحت الموضوع، حليته لكم هنا. هذا هو الحل، هذا حل هنا سويته لكم مثال. مكعب طول حرفه 4.5 سنتيمتر، فما حجمه؟ نطبق القانون ونعوض، وبعدين نضرب 4.5 في 4.5 في 4.5. طبعا اضرب بعدين، يعني اضرب ارفع الفاصلة بعدين ارجع الفاصلة، راح يطلع الناتج هو 91 عدد صحيح و 125 سنتيمتر مكعب. هذا حليته لكم بالامثلة. النقطة الثانية. زين، هسه ننتقل الى النقطة الثالثة. متوازي سطوح مستطيلة ارتفاعه 3 أمثال طول قاعدته، فإذا كان طول القاعدة هو 4 سنتيمتر وعرضه هو 8 سنتيمتر، فما حجمه؟ كذلك يريد حجم متوازي السطوح المستطيلة. هنا نقول النقطة الثالثة، حجم متوازي السطوح المستطيلة V يساوي الطول في العرض في الارتفاع. زين، هنا منطين الطول، الطول القاعدة هو 4 سنتيمتر، طول القاعدة هو 4 سنتيمتر في هنا طلعنا الطول مالته هو 4 سنتيمتر، منطين هنا طول القاعدة، طول القاعدة هي 4 سنتيمتر، والعرض منطين اياها 8 سنتيمتر، يعني هنا العرض ايش قد؟ العرض 8 في الارتفاع. هنا عندنا الارتفاع شو يقول؟ يقول ارتفاعه 3 أمثال طول القاعدة. طول القاعدة مو 4، 3 أمثال. احنا نعرف شنو يعني أمثال؟ أمثال معناتها ضرب، يعني هاي الأربعة مع طول القاعدة أضربها في 3 حتى أطلع الارتفاع. صار واضح؟ يعني هنا الارتفاع، اللي هو H، ايش راح يصير هنا؟ راح يصير 3 أمثال، يعني 4، 3 أمثال طول القاعدة، طول القاعدة 4، راح يصير 4 في 3 ويساوي 12. إذن الارتفاع ايش قد طلع؟ طلع 12، فهنا نقول في 12، في 12. صار واضح؟ إذن أقول V يساوي، هسه ايش راح أسوي؟ راح أضرب، هسه أضرب أقول 4 في 8 هو 32، 32 في 12. هنا أنا أضرب على صفحة 32 في 12. زين، 2 في 2 4، 2 في 3 هو 6، انزل 0، 1 في 32 هو 32. هسه اجمع 4 و 0 هو 4 و 6 زائد 2 هو 8، وهاي 3 تنزل. اذا هنا طلع عندي
384 سنتيمتر في سنتيمتر في سنتيمتر يساوي سنتيمتر مكعب. إذن حجم متوازي السطوح المستطيلة هو هنا نطلع عنا 384 سنتيمتر مكعب. صار واضح؟ هذا بالنسبة لي تأكد من فهمك. هسه نجي إلى تدرب وحل التمرينات. النقطة الرابعة، مكعب حجمه شقد؟ ألف سنتيمتر مكعب. فما طول حرفه؟ هنا هو منطين الحجم، منطين الحجم اللي هو ألف سنتيمتر مكعب، يريد طول حرفه. احنا نعرف حجم المكعب هو طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف، فهنا يريد بس حرف واحد من عندهم شقد. طبعا هنا اقول حجم المكعب، هنا اقول النقطة الرابعة حجم المكعب هو V يساوي هنا اقول L تكعيب، يعني L في L في L هو L تكعيب. زين، هنا الV منطيني شقد حجمه؟ هو ألف، هو ألف سنتيمتر. زين، فهنا الحجم هو ألف، فأنا شنو أريد؟ أريد فقط واحد من هذه الأحرف. فهنا نقول الحجم هو ألف ويساوي هنا نقول L تكعيب. زين، شلون هنا أطلع الحرف الواحد أو الضلع الواحد؟ أقوم بجذر الطرفين، نقوم بجذر الطرفين. زين، هنا الجذر، الجذر تربيعي لو تكعيبي؟ لا، جذر تكعيبي لأن هنا عندي أس ثلاثة، فهنا الجذر التكعيبي للألف وهنا عندنا الجذر التكعيبي للأل. زين، هذا هنا التكعيب وهذا التكعيب يروح. هنا عندنا الجذر التكعيبي للألف شقد؟ يعني هذه الألف منين جايتني؟ جايتني من 10 في 10 في 10 يساوي ألف. إذن الجذر التكعيبي للألف هو 10 يساوي L، أو أقول هنا L يساوي 10، يعني طول الحرف هو 10 سنتيمتر. سنتيمتر مو سنتيمتر تكعيب، لا، التكعيب هو الحجم الكامل، أما الحرف الواحد هو 10 سنتيمتر. صار واضح؟ هذا بالنسبة حل النقطة الرابعة. زين، هسه نجي إلى النقطة الخامسة. متوازي سطوح مستطيلة حجمه هو 48 سنتيمتر مكعب، فإذا كانت مساحة قاعدته هو 12 سنتيمتر مربع، فما ارتفاعه؟ زين، هنا أول شيء منطيني حجم متوازي السطوح، منطيني الحجم مالته، منطيني حجمه، ومنطيني مساحة القاعدة مالته. مساحة القاعدة طبعا هي مستطيلة، فهنا منطيني مساحة القاعدة ويريد ارتفاعه، يريد ارتفاعه. حجم متوازي السطوح المستطيلة لها قانون ثاني اللي هو يكون مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة في الارتفاع. يعني فهنا راح اكتب لكم هذا القانون، هو حجم متوازي السطوح، حجم متوازي السطوح يساوي طول القاعدة، طول القاعدة، والعفو مساحة القاعدة، مساحة القاعدة في الارتفاع. هذا كتبته لكم بالعربي للتوضيح، مساحة القاعدة في الارتفاع. زين، الحجم يساوي هنا عندنا مساحة القاعدة، المساحة هي A في الارتفاع اللي هو H. زين، الحجم منطيني اياه، ايش قد الحجم؟ هنا عندنا الحجم، الحجم لحظة 48 سنتيمتر مكعب، هنا نقول 48 هو الحجم، هنا عندنا الحجم ايش قد؟ 48، ويساوي مساحة القاعدة، هنا الـ A مساحة القاعدة، ايش قد مساحة القاعدة؟ هنا مساحة القاعدة هي 12، مساحة القاعدة هي 12 في الـ H مجهولة، الارتفاع هو يريده، الـ H مجهول الارتفاع هو يريده. زين، هنا أقول 48 يساوي 12 في H هو 12 H. زين،
هسه انا اريد اطلع هذا الارتفاع اللي هو h، طبعا هذا متغير مجهول، فراح هنا هذا اللي انقل، هنا عندنا معادله، فهنا انقل هذا الطرف انقله للطرف الاخر، وبما انه هذا 12 بين 12 وبين الh هو ضرب، فمن راح انقله راح يتحول الى قسمه، راح يتحول الى قسمه. او شو تسوون هنا راسا تقسمون على 12، الطرف وين تقسمون على 12، فانتو تختارون الطريقه اللي سهله عليكم، يا اما هنا عندنا هذا المتغير، هذا المتغير اللي هو h هنا تخلونه في طرف، وهذا تنقلونه للطرف الاخر، فهنا عندنا الضرب راح تتحول الى قسمه، يعني راح يصير 48 تقسيم 12 ويساوي، هسه راح اطلع الارتفاع اللي هو ال h، صار واضح؟ او تقسمون الطرفين على 12 راح يطلع نفس النتيجه، 48 تقسيم 12 هنا راح يطلع الناتج هو 4، هو 4. اذا هنا عندنا الارتفاع هو 4 سنتيمتر، طبعا هنا وحده هي سنتيمتر، صار واضح؟ هنا نقول 4 سنتيمتر هو الارتفاع اللي هو يريد من عندنا الارتفاع، هنا طلع الارتفاع هو 4 سنتيمتر، صار واضح؟ هذه حل نقطة 5. هسه نجي إلى نقطة 6، متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة وارتفاعه 10 سنتيمتر، فإذا كان حجمه 90 سنتيمتر مكعب فما طول ضلع قاعدته المربعة؟ زين، احنا قانون متوازي المستطيلات، حجم متوازي المستطيلات هو L في W في H. زين، هذه هنا عندنا هو منطين الحجم ومنطيني الارتفاع، بس هنا يقول ما طول ضلع قاعدته المربعة، بما انه هي قاعدة مربعة فهنا عندنا هذا الطول والعرض هي المساحة، هي المساحة اللي هي ال A، فهنا القانون ايش راح يكون؟ راح يكون V يساوي A، يعني مساحة القاعدة في H. هسه نجي نطبق، هنا عندنا الحجم منطيني اياه، الحجم هو 90، فهنا اقول 90 يساوي ال A هو طبعا مجهول، في الارتفاع منطيني اياه هو 10. زين، هسه هنا اقول 90 يساوي A في 10، هنا اقول ال A 10. زين، الان هنا اريد اطلع ال A اللي هو طول القاعدة المربعة، فانقلها للطرف الاخر، A يساوي هذه 90 انقلها للطرف الاخر، هنا بين العشرة وبين ال A هي ضرب، فمن احولها راح تتحول الى قسمة، فهنا اقول 90 تقسيم 10 ويساوي هذا الصفر يروح ويها الصفر، 9 تقسيم 1 هو 9، فهنا عندنا 9 سنتيمتر مربع، طبعا هنا ليش؟ لان هنا عندنا طول وعرض اللي هو المساحة، فهنا نقول سنتيمتر مربع، طلعنا هنا المساحة. زين، هنا هو شو يريد؟ يريد فما طول ضلع قاعدته المربعة، يريد فقط طول الضلع، فقط طول الضلع، فهذه 9 اطلعها من تحت الجذر، هذه 9 اطلعها من تحت الجذر طبعا تربيعي، فهنا 9 منين جايتني؟ جايتني من 3 في 3، اذا الجذر التربيعي لتسعة هو 3، هنا اقول 3 سنتيمتر هو طول الضلع القاعدة المربعة، هنا اقول طول الضلع ايش قد هو 3 سنتيمتر، صار واضح؟ وانتهى درسنا لهذا اليوم، مع السلامة.